مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. هذا الفيديو الثالث من فيديوهات الدارات الالكترونيه. تعرفنا بالدرس الماضي على داره المضخم العاكس، وهذا الفيديو راح نتعرف على داره المضخم الغير عاكس اللي هي على البورد الاسود المشتغل عليه، هي هاي رقم 3. تمام. اول شغل بدايه انه الار اس هي صارت والار اف هي. الدرس الماضي كانت هاي ار اس هاي ار اف. ار اف كانت هنيك متغيره، هون لا ثابته. تمام، ما في هي الزر نغير فيها. طيب، اول شيء خلينا نقيس المقاومات. نحط الافو على الفولت، على الاوم عفوا، على الاوم. شغل وخلينا نقيس الار اس. طبعا ما تفرق مثل ما اسود الاحمر اقطار. طلع معنا 10 كيلو اوم، هي الار اس. طيب الار اف بحط اقطاب قبله وبعده، طلعت معي كمان تقريبا 10 كيلو اوم. تمام. القانون اللي رح نشتغل عليه بهالدارة هو في اوت تساوي الربح ضرب في ان، والربح عبارة عن 1 زائد ار اف على ار اس. تمام. الدرس الماضي كان غير قانون بس مشان نميز بين الدارتين. طيب هلا خلينا اوصل الدارة وندخلها جهة المنبع ونحسب في اوت ونشوف شلون الشغل رح يكون. اول شغلة رح اوصل في سالبة مع الارضي، في السالبة هاي مع الارضي، هاي اشارة الارضي عشان تكون تصير الدارة مغلقة. ليش؟ طبعا ليش بدي اوصل السالبة مع الارضي؟ لانه هو غير عاكس. طيب والفي الموجب راح اوصله مع جهة الدخل، هاي الفي الموجبة مع الدخل اللي راح يكون هون. تمام. بدي اوصل الدارة مشان تصير الدارة مغلقة، بوصل هالتنتين مع بعضهم، صار عندي دارة مغلقة. تمام، هيك بكون وصلت الدارة مع جهة الدخل وخالص هيك. هلا بدي احسب الفي اوت، نجيب الاوفن هون بنشغله وبنحطه على الفولت، وما بنسى مشان 20 مثلا بشغل باور سبلاي، ما تنسوها. هلا بدي اناقش حالة البفر بالدارة. هلا انا لما وصلت هذا القطب الاحمر، السلك الاحمر هون وهون، معناته انه انا وصلت الار اف على الدارة، هي الار اف يلي مكتوب عليها ار 7 وصلتها على الدارة. طيب انا اذا بدي اعملها تساوي صفر، يعني انه اشيلها من الدارة كلها، راح اشيلها، اشيل السلك الاحمر بحطه هون، كبيت الار اف خالص، الار اف صارت برا، هذا يؤدي ان الار اف تساوي صفر. طيب نحن اذا عوضنا في القانون هلا اللي حكينا، الفي اوت تساوي 1 زائد ار اف على ار اس كله ضرب في ان، عوض الار اف تساوي 0، 1 زائد 0 1، 1 ضرب في ان، هذا يؤدي بالاخير بيطلع معي الفي اوت تساوي الفي ان. تمام. معناتها هلا لما راح احسب الفي اوت لازم يطلع معي مثل الفي ان اللي انا مدخل له اياه، هو 2 فولت. خلينا نقيس هذا الفي اوت، نحطها على الفولت ما ننسى، ونشغل الباور سبلاي. هلا بدي اقيس الفي اوت، وصلت الاحمر هون والاسود على الجراوند، ومشغل الباور سبلاي، طلع معي الفي اوت تساوي 2 فولت. تمام، معناتها الفي ان تساوي الفي اوت. طيب الحاله الماضيه ناقشنا حاله البفر، انه نحن وصلنا بنقدر نقول انه قطعنا الار اف، يعني الار اف صارت عندي تساوي الصفر، طلع معي الربح بعد ما وصلت، طلع معي الفي اوت بالاخير، طلع معي 2. فعلا انا معير الجهد بدايه هو زائد 2، طلع معي الفي اوت زائد 2. طيب هلا عندنا الحاله الثانيه اسمها حاله المقارن. قال انا بدي الار اف اعملها لانهاي، بشيل هاي الوصله خالص. تمام. وهلا بحسب، هلا صار عندي الار اف تساوي لانهاي، معناته بده يطلع معي الفي اوت زائد او ناقص في سي سي. بنشوف الفي اوت، طبعا انا حاطط الاحمر هون والجراوند هنيك، بيطلع معي زائد 11، بما انه الدارة اول شيء ما هي عاكس، وانا حاطط الجهد الابتدائي، الجهد اللي انا وصله للدارة زائد 2، طلع معي زائد في سي سي هو زائد 11، واذا كنت حاطه ناقص 2 يطلع معي ناقص 11، وهي بتكون خلصت هي الدارة. شكرا.